الشمس تلاقيها اكتر من النورمال، معرفش ايه تلاقيها اكتر من النورمال، وهكذا. اذا لو انا عرفت ان هذه البنت عندها دايابيتس، يبقى اذا لازم تتعامل معامله ان دي خلاص بقت مور فراجايل عن الايه؟ البريجننت وومن. اذا هذا الموضوع هقول لكم بقى، احنا قلنا من شويه كلام عكس بعض، ده احنا ممكن الفيميل تكون نورمال ينزل عندها الكوك كويس، وبتقول احنا المفروض ما نسيبش هذا الموضوع. طب الحل ايه؟ نقفل الشباك ولا نفتحه؟ يعني نقول الحقونا ولا ما تلحقوناش؟ المفروض ان احنا يبقى نعمل فيرزر انفستيجيشن، يعني لا هنطمن العيان او العيانه ونقول لها خلاص انت كده ما اي واحده في مين ممكن يبقى عندها جلوكوز فما ينفعش، ده حل غلط، مع ان الكلام صح، اي واحده ممكن يبقى عندها جلوكوز في اليوريا، ولا هنخوفها ونقول لها ده انت دايابيتك والحاجه، لا، يبقى اي فيميل عندها جلوكوزوريا في اليوريا يبقى لازم نعمل على الاقل سيرم جلوكوز ليفل ونشوف هل الست دي فعلا يعني جالها دايابيتس ولا جاست ان دي فيزيولوجيكال بروسس مش عارف ايه الحاجة. هذا الكلام ينطبق ايضا على البروتين اللي فين؟ في اليوريك. نفس هذا الكلام برضه الفيميل بيبقى ممكن البريجننت فيميل ممكن يبقى عندهم بروتونوريا. ليه؟ تعبانين ولا جعانين ولا ايه الموضوع؟ ليه؟ الكلام ده اتقال حتوه في اول يعني من زمان قوي. ليه الفيميل البريجننت فيميل ممكن يجي لها اوتونوميا؟ ابسط حاجه علشان اليوترس هيضغط على الايه؟ على الفيسل، فده ممكن يعمل ايه؟ بروتونوريا. ثاني حاجه السبب اللي احنا قلناه من شويه ان الجلوميرولار بيعمل كده، احنا لسه ماشيين بتبقى زايده شويه، فبرضه وهي معبيه جلوكوز هتعدي معاها شويه ايه؟ بروتين. المشكله في موضوع البروتين نفس المشكله في موضوع الجلوكوز، يعني الاثنين خطيرين برضه. ليه؟ حد يقول لي ليه البروتين خطير؟ ها؟ حد يعرف صوته؟ ليه البروتين مشكلة استكشاف الحيوانات؟ انتوا المفروض الجسم ده نلاقيه مسمع، يعني ايه؟ يعني الرجالة هنعذركم شوية. عشان ايه؟ ما سمعتوش عن التسمم الحشري؟ سمعت الكتاب ده؟ توكسينيا وبريجنسي؟ كلابسيا؟ بري كلابسيا؟ سمعت الكلام؟ ما سمعتوش جارتك وعندها جات اختار معاك؟ يبقى اذا الموضوع هذا الموضوع اللي هو بتاع البروتين او البكتيريا في الستات الحوامل بالذات لازم يبقى برضه لا يغفل عننا. احنا صحيح نفس الكلام اللي قلناه على الجلوكوز ممكن جدا يبقى فيه بروتينوريا، ولكن ساعات يبقى فيه حاجه اسمها التوكسينيا او بريجنسي او اسمها كلابسيا وقبلها حاجه بتبقى اسمها بري كلابسيا. دي بيبقى فيها كذا مشكله عند الست، يبقى عندها هايبر تنشن، يعني غالبا بيجيها في السكند او الثيرد تريمستر هايبر تنشن، وممكن يبقى معاها بروتونوريا ويبقى معاها انتريك في اليوريك اسيد وشويه حاجات كده. اللي انا عايز اقوله ان احنا لما نشوف الحاجتين دول لا نخوف الناس ولا نطمنهم، لا، يبقى لازم نبقى كوشس في حكمنا على الحاجات دي. يبقى الحاجات دي محتاجه ان احنا نعمل لها فولو اب، سي مثلا البروتين ليفل محتاجين ان احنا بدل ما نعمله راندم سامبل نعمل 24 اور يورين كولكشن ونبتدي ان احنا ايه؟ نشوف
نشوف الست دي فعلا بتجيب قد ايه بروتين، هل هي داخله في بري اكلامسيا ولا دي حاجه نورمال. نبتدي مثلا نفتح الضغط وهكذا. طبعا لو نزل بقى جلوكوز في اليورين، احنا قلنا ان ممكن يكون في حاجات نورمال وممكن يكون في حاجات اب نورمال. من الحاجات الاب نورمال غالبا زي الهايبر جلايسيميا، احنا قلنا الاستريس برضو دي من الحاجات اللي هنعتبرها نورمال وممكن تزود الايه؟ البلاد جلوكوز كده. ورينا الكولكوزوريا اللي احنا قلناها من شويه اللي هي ممكن يبقى الشخص عنده تقريبا سيليشن في بدايه الشهر. الكولكوزوريا بقى من الحاجات اللي احنا برضه قلناها الاسباب اللي يعتبر فيسيولوجيكال بقى سواء في الميل او في الفيميل. في بعض الناس بيبقى عندها حاجه جدا جدا واللي يجي له حاجه زي كده يعني هيقرف المعمل اللي اتعامل معاه. في حاجه اسمها اورثوستاتيك بروتولوريا رير، بس ربنا ما يحكم علينا. الشخص ده بيجي له بروتولوريا اورثوستاتيك يعني ايه؟ نعم؟ احنا كده دخلنا في الانجليزي على فكره مش بتفهم. اورثوستاتيك يعني الابرايت بوزيشن. يعني بروتولوريا ريليتد للابرايت بوزيشن. الشخص ده الصادق يعني بيجيله بروتولوريا في الابرايت بوزيشن بس وهو ماشي اوكي، وهو نايم ما يحصلوش حاجه. فالشخص ده لو ما فيش حد عارف هذه المعلومه بيدوخ وبيشتم المعامل كلها. ليه؟ هو بيجي مثلا بالليل يروح لمعمل يقول له تعالى بروتين بلس 2، يقول له واحد تاني يقول له اتاكد، فيقوم الصبح يجيب عينه في اليورين يقول له انت نايم ما فيش حاجه خالص، ويفضل ماشي على كده بقى وما هوش عارف ايه اللي مخليه كده. هو يقول له لا ده دي حاجه كلاود نتورك وهكذا. برغم ان الحالات دي غير، لكن ممكن جدا انا شفت حالتين زي كده في طول العمر، لكن طبعا بيقعدوا يخلوا الدنيا كلها تدوخ على بال ما يتشخص ان هو ايه؟ الاكسرسايز على فكره من الحاجات اللي تخلي برضه الشخص ممكن يجيله سامسونج او بروتونوريا. يعني لو واحد مثلا بيلعب ماتش كوره وعمل يورين اناليسيس ما يتخطش انه ممكن يبقى ايه؟ عنده شويه بروتونوريا بعد ماتش الكوره. خلاص؟ يبقى ده خصوصا لو الاكسرسايز ده من الحاجات اللي هي الايه؟ الحاجات اللي هي بتبقى فيها مجهود جامد قوي. المجهود الجامد ممكن ان هو يعمل شويه بروتونوريا. الكونتامينيشن بقى بتاع اليورين ممكن برضه من الحاجات ده في حاجه خاصه باللاب قوي، خاصه باللاب شويه. المنستروكلوز برضه لو جيت مع اليورين المنستروكلوز كله بروتينز لان كله يعني خلايا فيها بروتين، فممكن ان هو برضه يعمل زي فولس انجريشن اوف ايه؟ اوف البروتينوليا. طبعا البروتينوليا بقى لو هي باثولوجيكال دي بقى تبقى حاجات في الكدني، ديزيز بقى في الكدني. واحد عنده البروتوكس سندروم، واحد عنده بريدنج كوز وهكذا. يبقى دي اللي هي الحاجات الباثولوجيكال. احنا بنقول الاول الحاجات اللي هي حوالين الموضوع لو هي اكسكلودد يبقى الشخص ده بقى ايه؟ برضه شوف انفستيجيتد ان هو ممكن يبقى عنده ترو بروتونوريا. ترو بروتونوريا يعني ممكن يبقى عنده بقى ساعتها رينال ديزيز. خلاص؟ والرينال ديزيز دي ممكن تكون جري رينال او رينال او بوست رينال زي ما انتم شايفين كده، حاجه قبل الكدني او حاجه في الكدني جلوميرولاي او حاجه بعد الكدني قبل مثلا الستون او اي حاجه زي كده. كل الحاجات دي ممكن انها تعمل ايه؟ تعمل بروتونوريا. الضغط احنا قلناه نفس الكلام. ممكن يبقى في حاجه اسمها على فكره هيموجلوبينوريا غير ان يبقى في ارثيز. هيموجلوبينوريا يعني ايه؟ يعني هيموجلوبين احنا بنديتكت الهيموجلوبين ده باليورين اكسبريس العاديه
نفحص اليورين ما نلاقيش ار بي سيز. يعني هو ده الفرق بينها وبين الار بي سيز، ان احنا لاقيين ان في بلاد في اليورين لكن مش شايفين الار بي سيز. المفروض نشوف الار بي سيز، فدي بتبقى حاجه اسمها هيموجلوبينوريا. الهيموجلوبينوريا دي ممكن تكون هي نازله كده كهيموجلوبين في بعض الديزيز، وممكن تكون الخلايا اللي كانت موجوده بتاعت الار بي سيز دي اتحللت اتكسرت وبقى منها بس الايه؟ الهيموجلوبين. يعني الاثنين فيهم لهم علاقه ببعض، ولكن في بعض الديزيز بتعمل هيموجلوبينوريا فقط، وفي بعض الديزيز بتعمل هيموجلوبين. الكيتون بودز برضو من الحاجات الخطيره وما تنسوهاش. يعني في حاجات في الريبورت لا يعني لا تكتب ولا تقرر، يعني ما تكتبش ولا نعمل عليها قبل. يعني برضو الكيتون دي ساعات عند كل الكلينيشن، حتى الكلينيشن ممكن يعني تبقى تايهه عنهم الحاجات دي. طبعا الكيتونوريا دي وان اوف ذا جريت ساينز. ليه؟ عيان داخل في كيتوز، داخل مثلا واحد عنده دايريتك كيتو اسيدوز او حاجه زي كده، بقى عنده كيتونوريا يبقى هيدخل في كوما وهكذا. يبقى دي وان اوف ذا جريت ساينز. يبقى ان العيان ده ممكن يدخل على طول في ايه؟ في كوما او في جريت كوما. ساعات الدايتري امبالانس والكلام ده هتشوفوه لو واحده عندها طفل، الطفل ده ما بياكلش كويس، او سواء ان هو متاخر في الاكل فالى حد ما هو ستارفيتد ما بياكلش كتير، او عنده دايتري امبالانس بياكل اي حاجات ما اعرفش ايه والحاجات التانيه ما بياكلهاش فما بياكلش كل الحاجات المفيده له. اي حاجه من الحاجات اللي تخلي النورمال ميتابوليزم يبقى يقف ويبتدي الليبل ميتابوليزم يشتغل ويحصل الكيتوزس، هيعمل لنا ايه؟ يعمل كيتوزس ويعمل كيتونوريا. اذا احنا ممكن نلاقي كيتون بودز اللي هي الحاجه الجريفه دي في عيان صايم، خصوصا في الاطفال لان هم ما بيتحملوش الصيام. خلاص؟ ممكن نلاقيها في واحد، اي واحد عنده دايتري امبالانس، وممكن نلاقيها في واحد عنده مصيبه. يبقى اذا لازم انا لما اجي احكم على الحاجات اللي زي كده يبقى لازم احكم عليها بايه؟ بعقلانيه، لا انا اخاف قوي ولا انا هطنش. البيلروبين من الحاجات المهمه في اليورين قوي برضه. البيلروبين اللي بيمسك في اليورين نورمال ولا نورمال؟ شفتوها كويس. يبقى قلنا نورمال نيجاتيف. طيب لو نزل بيلروبين بينزل انهي نوع؟ في نوعين من البيلروبين باين ولا ايه؟ ها؟ البيلروبين يعني ايه؟ صفرا. صفرا. مش عارفين البيلروبين بجد؟ مش عندكم باك جراوند على الكلام ده ولا الكلام ده كتير قوي؟ هو في حاجه اسمها البيلروبين دي ناتج من نواتج الار بي سي ديستراكشن. انتوا عارفين ان في ده طبعا ده احد يعني احد الباس ويز، يعني انتوا عارفين ان عمر الار بي سي بيبقى 22 يوم، بعدها الريتيكولو انتيريور سيت بياخدها وبيكسرها وبيطلع منها الجين.